الرياضية في المغرب ثورة كبيرة، وخاصة ملاعب كرة القدم. أصدقائي، في هذا الفيديو سنقدم لكم أكبر 10 ملاعب كرة القدم في المغرب، لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. ملعب الشيخ محمد الغضف. يقع ملعب الشيخ محمد الغضف بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية. تم تشييده سنة 1984 على يد محمد الغضف. يتسع الملعب ل30,000 مشجع، وهو معقل نادي شباب المسيرة الذي يمارس بالقسم الوطني الثاني بالبطولة الوطنية. ملعب العربي الزولي. يعتبر ملعب العربي الزولي ثاني أكبر ملعب كرة القدم في الدار البيضاء بعد المركب الرياضي محمد الخامس. تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 30,000 مشجع. افتتح الملعب عام 1990 في الحي المحمدي بالدار البيضاء، وأطلق عليه اسم العربي الزولي تيمنا بلاعب ومدرب ورئيس نادي الاتحاد البيضاوي السابق العربي الزولي، وهو معقل فريق الاتحاد البيضاوي الممارس بالقسم الوطني الأول هواة. وقد استضاف الملعب المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإفريقي سنة 1999 بين نادي الوداد الرياضي والنجم الرياضي الساحلي التونسي. الملعب الشرفي بمدينة وجدة. هو ملعب أولمبي متعدد الرياضات. تم افتتاح الملعب في عام 1976 وتم تجديده في عام 2018. يتسع ل30,000 مقعد، 30% منها مغطاة. تم تجديد أرضية الملعب بعشب طبيعي ذو جودة عالية، وهو معقل فريق نادي مولودية وجدة لكرة القدم الممارس بالقسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية. الملعب البلدي بالقنيطرة. افتتح الملعب البلدي بالقنيطرة سنة 1941. أنشئ في بداية أربعينيات القرن الماضي ليحتضن مباريات النادي القنيطري. هناك حالياً مشروع إعادة صيانة وترميم للملعب، وكذلك إضافة مدرجات لرفع الطاقة الاستيعابية للملعب بسبب المعاناة التي يعيشها الجمهور القنيطري الغفير. بعد نهاية الأشغال ستصبح الطاقة الاستيعابية للملعب 36,000 مقعد، وهو معقل النادي القنيطري الممارس بالقسم الأول هواة. المركب الرياضي لمدينة فاس. هو ملعب متعدد الاستعمالات، ويعتبر هذا الملعب أحد أشهر ملاعب كرة القدم بالمغرب. تبلغ طاقته الاستيعابية 45,000 مقعد. يتوفر على التجهيزات والمرافق الضرورية المتواجدة بملاعب كرة القدم الكبرى. تم تصميم هذا الملعب على الطريقة المغربية الأصيلة. افتتح الملعب سنة 2007 في لقاء نهائي كأس العرش بين الجيش الملكي والرشاد البرنوسي، وهو معقل فريق المغرب الرياضي الفاسي الممارس بالبطولة الاحترافية القسم الأول. ملعب مراكش الكبير. هو ملعب متعدد الاستخدامات في مدينة مراكش. تمت بداية بناء الملعب في عام 2003 وتم افتتاحه في يناير 2011. طاقته الاستيعابية 45,240 مقعد. استضاف الملعب كأس القارات لألعاب القوى سنة 2014، وكأس العالم للأندية سنتي 2013 و2014، وهو الملعب الخاص بنادي الكوكب المراكشي الذي يلعب في قسم الهواة. ملعب أدرار بأغادير، أي ملعب الجبل باللغة الأمازيغية، لأنه قريب من جبال الأطلس الكبير. العديد من الناس ينتقدون الشكل الخارجي للملعب، لكنهم لا يعرفون أن الطبيعة الزلزالية للمنطقة التي شيد بها الملعب جعلت إنشاءه يلزم القائمين على المشروع بمضاعفة إجراءات السلامة وتشييد المركب بدقة متناهية.
وباستعمال أحدث التقنيات في هذا المجال مع الاعتماد على الردوم المدعمة بالإسمنت كأساسات للمدرجات ليكون الملعب بهذا الشكل. الطاقة الاستيعابية للملعب 45,480 مقعد، منها 10,000 مقعد مغطى. استضاف الملعب كأس العالم للأندية سنة 2013، وهو معقل نادي حسنية أكادير الممارس بالقسم الأول من البطولة الوطنية الاحترافية. المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، تم بناء مركب محمد الخامس في 6 مارس سنة 1955 تحت اسم مارسيل سيردون، وتم تغيير اسمه إلى مركب محمد الخامس. الآن مركب محمد الخامس أصبح تحفة رياضية مغربية مطابقاً لمعايير الفيفا. طاقته الاستيعابية 45,770 مقعد، وهو معقل قطبي كرة القدم بالدار البيضاء، الرجاء والوداد. المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، هو مجمع رياضي افتتح رسمياً في عام 1983، وهو يقع في الجنوب الغربي للعاصمة الرباط وعلى مقربة من الطريق السريع، وهو مجمع متعدد الاختصاصات. يعد المجمع معلم رياضي بحيث يتوفر على أحدث الأجهزة والمرافق. طاقته الاستيعابية 52,000 مقعد، منها 5,000 خاصة بوسائل الإعلام، و1,500 لكبار الشخصيات، و150 مقعد خاصة بالمعاقين، كما أن 25,000 مقعد تقريبا، أي بنسبة 40% من المقاعد المغطاة بالكامل، بالإضافة إلى مرافق صحية وقاعات للاجتماعات، وهو معقل نادي الجيش الملكي. ملعب طنجة الكبير أو ملعب ابن بطوطة، هو ملعب متعدد الاستخدام في مدينة طنجة، يبعد عن وسط المدينة بحوالي 10 كيلومترات. انطلقت أشغال بناء الملعب في شهر يونيو عام 2003، وافتتح عام 2011. الملعب يخضع حاليا لأشغال توسعة مدرجاته لرفع طاقته الاستيعابية. الأشغال تهم استكمال بناء جنبات الملعب وبعض المرافق، ليصبح الملعب في شكله النهائي بطاقة استيعابية سترتفع من 45,000 مقعد إلى 65,000 مقعد، ليكون أكبر ملعب بالمغرب. كما سيعطي الشكل الجديد لملعب ابن بطوطة رونقا إضافيا ليكون بهذا الشكل. ملعب طنجة الكبير هو معقل نادي اتحاد طنجة الممارس بالقسم الأول من البطولة الوطنية الاحترافية،